واليوم رح نعرف معاكم الرهبنة الرجالية الأولى، الرهبنة الأنطونية الهرمزدية الكلدانية. بدأت حياة الرهبانية تنبض في جسد الكنيسة منذ نهاية القرن الثالث ومطلع القرن الرابع، حيث ظهرت في شكلها النسكي ثم الجماعي بصورة عامة ولا سيما في مصر، وذلك انتشرت عن طريق القديس أنطونيوس الكبير الملقب بأبي الرهبان، ثم انتشرت في سوريا وما بين النهرين شيئا فشيئا. قانون 140 يكون ثوب المبتدئين في دير ذا لون فاتح بيجي مع زنار أبيض. قانون 155 يكون ثوب الناذرين النذور المؤبدة ذا لون أسود مع حزام جلد أسود مع الإسكيم الرهباني والقبعة في كل الأحوال، وفي خارج الدير حسب ما يرسمه الأسقف الأبرشي. الرهبنة الدومينيكية الحالية الرجالية أسسها القديس دومينيك عام 1215. بدأت نشاطها في مدينة طولوز بفرنسا، وكانت أول رهبنة كاثوليكية أخذت على عاتقها التبشير بالعقيدة المسيحية، وهي مهمة كانت تعتبر من قبل وفقا على أساقفة ومندوبيهم وامتيازا لهم. وقد تميز الدومينيكان الأولون بثقافة تخطت إلى دراسة أرسطو كما عرفته أوروبا، وإلى محاولة التوفيق بين اللاهوت والفلسفة أيضا. الثوب الرهباني للرجال، تدل الثياب الرهبانية على الهوية الاجتماعية للرهبنة الدومينيكية وتعبر عن شخصية الراهب، فهذا اللباس الخاص يشير إلى السلطة والوظيفة اللتين تميزانه، فيرمز اللباس الرهباني الذي يرتديه طالب الترهب إلى لباس طال المعمودية. كلا الحالتين تشابه في التخلي عن العالم والدخول في عالم الزهد، ويتكون الثوب الرهباني من قميص طويل يصل إلى القدمين وأسع الإكمام، الإسكيم صدرية الخدمة، الكبوش أو الكبوس يكون على شكل مخروطي وهو غطاء الرأس الذي كان الرهبان سابقا يضعه على رؤوسهم لتحميهم من المطر والشمس عندما كانوا يتمشون في الطرقات، لأنه في ذلك الوقت لم تكن هناك مظلة لتحميهم من المطر والشمس. هذه القطع كلها ذات اللون الأبيض الذي هو رمز الطهارة والبراءة والقداسة، وأيضا يقسح الطريق لحضور الآخر الموجود في الحياة، وأيضا لاتصال الإنسان بالله تعالى. المعطف كان سابقا في الرهبنة يرتدون المعطف أو يسمونه معطف الحج. على مدى العصور المسيحية الخمسة الأولى لم يكن هناك لباس خاص بالكهنوت. القرن الخامس والسادس والسابع قررت المجامع بأن يكون لباس الكاهن ارتداء لباس الشعب الطويل. القرن الـ12 ظهر القميص الطويل الموشات. القرن الـ16 فرض أسقف ميلانو شار بوروميه ارتداء اللباس التقليدي القنباز الأسود. عام 1792 مع بدء الثورة الفرنسية منع الكهنة من لبس القنباز الأسود، ثم عادوا في عام 1902 وبأمر من قوانين مجمع باريس بارتداء القنباز الأسود. أما في المجمع الفاتيكاني الثاني 1963 يقدم آباء المجمع في الفصل السابع من دستور الليتورجية المقدسة، سمح للكاهن بارتداء زي الكيرجمان خارج الكنيسة، وأصبح الصليب الصغير الموضوع على القميص أو التشاكيت هو العلامة التي تميزه عن سائر القوم، وقد يكون في ذلك حنين إلى قرون المسيحية الأولى. يدل اللباس الطقسي للكاهن على أنه نزع عنه الإنسان القديم ولبس الإنسان الجديد، ثوب الطهارة البراءة وصفاء النية، ثوب الفضيلة النعمة
والقداسة، وأصبح لائقا لتقديم الذبيحة. أشكر الكل وخاصة وبالأخص الأب الكاهن الأب البيرت هشام لدعوتي لتقديم هذه المعلومات اللي هي رمزيات بحياتنا الروحية بحياتنا الرهبانية. أشكر كل الرهبانيات اللي تعاونت معاي وحاولت إنه تنطيني نبذة مختصرة ما يرمز للثوب الرهباني والكهنوتي.